قصف مستمر على قطاع غزة، غارات جوية، محاولات لضبط يعني الضالعين في عملية طوفان الأقصى، ضبط أكبر عدد ممكن من فصائل فلسطينية كانت مشاركة في العملية. بلا شك النهاردة أنه الخسائر في صفوف إسرائيل كبيرة. بنتكلم النهاردة وسائل الإعلام بتقول أنه أعداد القتلى تتجاوز 600 شخص، أكثر من 2000 مصاب. الأسرى بقى ده في حد ذاته مشكلة تانية أو موضوع تاني. بنتكلم عن أكثر من 100 أسير إسرائيلي، بعضهم من المستوطنين يعني مدنيين، وبعضهم الآخر من قوات أو جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي. وده اللي بيفتح الباب، وهنتكلم مع حضراتكم بعد شوية عن هذه المسألة، بيفتح الباب للحديث عن صفقة لتبادل الأسرى. زي ما شفنا دي كانت المشاهد الصادمة جدا امبارح، مشاهد إلقاء القبض على الجنود وبعض المستوطنين في إسرائيل. الحقيقة بالرغم من أنه في وسائل إعلام غربية كتير امبارح اتكلمت عن صعوبة هذه المشاهد، وأنه يعني النهاردة بيتم اقتياد هؤلاء بشكل يعني وصف في بعض الصحف الغربية أو في بعض الأوساط الغربية بأنه يعني يفتقد للرحمة. الحقيقة الرد على طول برضو جه من خلال وسائل إعلام أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي، بتفكر ضمير العالم كله بمشاهد أخرى لطالما عانى منها الفلسطينيين. محمد الدرة يمكن يكون أكبر مثال على الوحشية، وأكبر مثال على انعدام الضمير، وأكبر مثال على انعدام الرحمة لدى قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، ويمكن يكون مثال واحد بسيط على الانتهاكات اليومية اللحظية المستمرة المتواصلة بحق الفلسطينيين على مدار عقود. مش بنتكلم عن يوم ولا اتنين ولا تلاتة ولا حرب، ده واقع بيعيشه الفلسطينيين على مدار سنوات وعقود من بداية الصراع العربي الإسرائيلي أو الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. على مدار عقود يعاني الشعب الفلسطيني لحظة تلو الأخرى بشكل يومي من مضايقات، انتهاكات، تجاوزات. ما فيش طفل في فلسطين بينام آمن، ما فيش فلسطيني النهاردة بينام آمن بسبب هذه الممارسات وهذه الانتهاكات. ده غير بقى عمليات تهويد الأقصى المستمرة، محاولات تغيير الهوية الدينية للمقدسات الفلسطينية، الاقتحامات للأقصى اللي بنشوفها كل يوم جمعة، مش بس من مستوطنين، لا ده كمان من أعضاء في الحكومة الإسرائيلية برعاية ومباركة وبضوء أخضر من الشرطة الإسرائيلية. يمكن النهاردة اللي احنا بنشوفه في قطاع غزة وبنشوفه في إسرائيل عملية طوفان الأقصى بكل مشاهدها ومفرداتها، يمكن ده هو نتيجة مباشرة ونتيجة حتمية للقهر اللي استمر على مدار سنوات وعقود وعانى منه الفلسطينيين بشكل يعني يشهد العالم كله. الوضع ايه دلوقتي واخر التطورات الميدانية نعرفها من الدكتورة تمارا حداد المحلل السياسي اللي بتنضم لينا الان من فلسطين. اهلا وسهلا بحضرتك دكتورة. اسعد الله مساءكم ومساء المشاهدين والمشاهدات الكرام، وتحياتي لكم ولقناتكم الكريمة. آخر تطورات الأوضاع الميدانية، خصوصا أنه القصف مستمر، الاشتباكات مستمرة في بعض المدن، ويعني إسرائيل الآن تجلي آلاف من مواطنيها، آخر التطورات الميدانية واللي بيحصل على الأرض؟ صحيح، بالفعل الاحتلال الإسرائيلي الآن يستخدم سياسة الأرض المحروقة وسياسة القوة التدميرية للبنى التحتية، وأيضا يلحق الخسائر البشرية للشعب الفلسطيني. الاحتلال الإسرائيلي الآن يعاني من حالة من الصدمة والارتباك نتيجة أن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة قامت بعملية العملية العسكرية والإنزال العسكري تحت مسمى طوفان الأقصى. هذا الأمر ساعد على أن يكون هناك يعني من قبل المقاومة الفلسطينية، شيء طبيعي أن تقوم هذه المقاومة بهذه الأفعال نتيجة الرد الطبيعي ما يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات وأيضا اقتحامات، سواء كان على المسجد الأقصى أو حتى على مستوى الضفة الغربية. الاحتلال الإسرائيلي لا يتعلم الدرس أن الشعب الفلسطيني لا يستسلم ولا يريد أن يترك الأرض الفلسطينية، وبالعكس هو يريد تحرير هذه الأرض. بالتالي المقاومة الفلسطينية أرسلت هذه يعني يوم أمس رسائل للاحتلال الإسرائيلي. أولى هذه الرسائل بأنها تستطيع أن تباغت وتفاجئ العدو الإسرائيلي. طبعا هي قامت بهذا بالأمر ب 7 أكتوبر، وهذا يشابه 6 أكتوبر بفوز الجيش المصري على الجيش الإسرائيلي. ذلك أن هذا اليوم يترخ بالنسبة للشعب الفلسطيني، 7 أكتوبر
حيث أن 7 أكتوبر يعني أظهر أن الشعب الفلسطيني يستطيع أن يجابه ويجابه ويواجه الاحتلال الإسرائيلي. طبعا هذا موجود ومقصود في القوانين الدولية أن الشعب الفلسطيني أو أي شعب تحت الاحتلال عليه أن يواجه الاحتلال حتى يتم ضحط الاحتلال وأن يقر الشعب الفلسطيني حق تقرير مصيره. لكن الاحتلال الإسرائيلي مع سياسة المقاومة هذا المحتل يقوم بعملية التسيطرة. اليوم اتخذ نتنياهو وهو رئيس الحكومة الائتلافية، رئيس حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم اتخذ قرار الحرب وأشار إلى أكثر من نقطة أن هذه العملية ليست عملية عسكرية وإنما هي عبارة عن استمرار في حالة الحرب، وهذا إشارة وبالتحديد مع حديثه مع بايدن على ما يبدو أن تم إعطائه الضوء الأخضر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في الاستمرار في هذا السياق. ناهيك اليوم في قبل عدة دقائق أن وزير الخارجية بلينكين أشار أن سوف يقدم العتاد وأيضا السلاح على مستوى الطائرات، وهذا إشارة أن جيش الاحتلال ما زال حتى هذه اللحظة يعاني من ارتباك بعملية كيف سوف يقوم بمواجهة المقاومة الفلسطينية، بالرغم أن هناك يعني فرق شاسع ما بين قوة الاحتلال الإسرائيلي وجيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يعتبر الجيش الرابع في العالم، لكن استطاعت المقاومة الفلسطينية أن ترسل رسائل بقوتها وصبرها وإيمانها بأن هذه الأرض أرض هي بحاجة إلى تحرر. الاحتلال الإسرائيلي مع اتخاذه قرار الحرب هذا إشارة أنه سوف يصعد، وإذا لاحظنا أن عملية التصعيد هو يصعد على البنية التحتية وعلى المستشفيات وعلى الأبراج وعلى البيوت والمنازل، ويتم قصف الكثير من البيوت على رؤوس المدنيين، وهذا إشارة أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المدنيين. نعم تفضل دكتور تمارا، لو تسمحي لي أركز على الجانب الميداني أصلا يعني بشكل أكبر عشان نقدر نعرف المشهد وطبيعة الوضع الآن. المعارك تتركز في أي مناطق؟ تتركز في أي مدن؟ طبيعة المعارك الآن هل هي كر وفر؟ هل هي ضربات ويعني هجمات صاروخية، دبابات، مدفعيات؟ طبيعة المشهد على الأرض وفين تتركز المعارك تحديداً؟ أولا على الواقع الميداني، الاحتلال الإسرائيلي الآن يستخدم سياسة القصف الطيران وهذا يتم استهداف كل البنى التحتية. أما على مستوى الاشتباك الآن هناك في اشتباك في ما بين مستوطنات غلاف قطاع غزة وبالتحديد منطقة سدرات، وهي هذه المستوطنات تم أخذها من الأراضي الفلسطينية، بمعنى أن هذه الأراضي محادية لقطاع غزة المحادية تعتبر في غلاف القطاع. صحيح بالفعل هذه تعتبر غلاف القطاع، هي أصلا هي أرض فلسطينية، هي تعتبر قطاع غزة وغلاف القطاع والقرى المجاورة لقطاع غزة. قطاع غزة يتكون من 4 محافظات والإشارة إلى هذا السياق أن هذه القرى هي كانت تتبع قبل الاحتلال إلى قطاع غزة، لكن الاحتلال الإسرائيلي حول غلاف القطاع إلى مستوطنات. ما قامت به الحركة المقاومة الفلسطينية تم السيطرة على 4 مستوطنات، وبالتالي ما زالت حتى هذه اللحظة أن الخلايا العسكرية من الفلسطينيين موجودين في المستوطنات. الآن الاحتلال الإسرائيلي يعني اليوم نتحدث عن سيطرة فصائل المقاومة على 4 مستوطنات إسرائيلية في غلاف غزة. صحيح، لذلك نتنياهو الآن هو يستخدم أكثر من سيناريو، أو الآن هو يقوم بالمرحلة الأولى، هو أشار لأكثر من سياق في هذا الأمر أنه يريد أن يطهر المنطقة التي تم أخذها وتم تحريرها من قبل المقاومة الفلسطينية. الآن هو يستمر في عملية التنظيف حسب ما يدعيه الاحتلال، تنظيف من المقاومة الفلسطينية. طيب حتى لو تسمحي لي دكتور تمارا، عملية التطهير أو التنظيف هذه تستمر في نفس الوقت اللي بيتم فيه إجلاء أو إخلاء المستوطنين من هذه المناطق؟ الاحتلال الإسرائيلي أو المستوطنين عندما تم عيشهم في المستوطنات على أساس أن هناك في أمن واستقرار، ولكن عندما لا يحدث الأمن والاستقرار هذا المستوطن لا يهمه إلا الحياة، ويهمه أن يكون هناك أمنا ومالا واستقرارا، فعندما يشعر أن لا يوجد هناك عملية أمن واستقرار هذا إشارة أنه سوف يهرب، وبالتالي أن عملية هروب هذه الهجرة العسكرية بمعنى أن التداعيات الإيجابية من ما قامت به المقاومة الفلسطينية هو عملية الهجرة المعاكس أو الهجرة يعني خرجوا من هذه المناطق، هربوا منها. نعم بعض الأفراد خرجوا منها وبعض الأفراد تم قتلهم، يعني هناك في قرابة أكثر من 1000 قتيل، ولكن احتلال لا يظهر هذه الأرقام الحقيقية، وهناك تقريبا أكثر من
حسب ما يشير الإعلام وحسب بعض الإعلام المواقع التواصل الاجتماعي أكثر من 100-150 أسير، وهناك كثير من المفقودين. هناك 150 تقاريركم تشير 150 القرابة 150 أسير مستوطن إسرائيلي داخل سياق حوض مستوطن ده غير جنود الاحتلال الإسرائيلي وغير الجنود اللي قتلوا وغير الجنود الذين تم أسرهم. ناهيك أن هناك بعض المفقودين لأنه كان هناك حفلة خلال سياق حفل موسيقي وتم تواجد المستوطنين في هذا الحفل، لكن استغلت المقاومة هذا الحفل وتم السيطرة وتم القضاء وتم قتل ما تم قتله وتم أسر ما أتم أسره وبعض الجرحى. الجرحى حتى هذه اللحظة من قبل الاحتلال تفاق 1000 جريح. ناهيك أن بعض المفقودين حتى هذه اللحظة الاحتلال لا يستطيع أن يذكر أسماءهم. ناهيك أن هناك بعض الأسر هم من الجنود، هم من الضباط من الأجهزة، يعني بمعنى هو رتب عسكري ضباط في مراكز رفيعة. يعني أمس كنا نعرض مشاهد وصور لقائد المنطقة الجنوبية وغيره الكثير. نعم هذا صحيح، يعني استطاعت المقاومة أن تعمل على تخطيط ممنهج، وهذا الأمر ليس بيوم أو يومين، هي كانت تقوم بعدد من المناورات قبل عدة أشهر، وهذه المناورة ظهرت يوم أمس، وهذا إشارة أن المقاومة تعمل على تنسيق ليس فقط على مستوى قطاع غزة وإنما الضفة الغربية وأيضا المحور أو حتى على مستوى المقاومة الفلسطينية الموجودة في جنوب لبنان. طيب ما يتعلق بقى بالمواقف السياسية داخل الأراضي الفلسطينية إن كان في الضفة أو رام الله أو قطاع غزة، لو تجملي لنا آخر المواقف أو البيانات السياسية من الحركات من الفصائل وحتى من السلطة الفلسطينية؟ تحدثنا بكل واقعية. صحيح أن السلطة هي ضمن المسار المفاوضات، ولكن خرج يوم أمس الرئيس الفلسطيني وأيضا اليوم خرج أيضا رئيس المجلس الوزراء محمد الشتيه وأشار إلى أكثر، نعم أشار أن من حق الشعب الفلسطيني أن يدافع عن ذاته وأن من حق الشعب الفلسطيني أن يكون له دولة فلسطينية حسب قرارات الشرعية الدولية والقوانين الدولية، وأيضا أشار إلى عملية التسوية السياسية وأن حالة أن عدم وجود حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي فإن سوف تبقى هذه المنطقة في حالة من الاشتعال وحالة من الفوضى، وهذا إشارة أن الجانب السياسي يبارك ما قامت فيه الحكومة. حتى رام الله تبارك هذه العملية، عملية طوفان الأقصى، حتى لو السلطة الفلسطينية تبارك هذه العملية. نعم صحيح، حتى لو كان هذا الأمر غير مباشر، ولكن عندما تم الطلب بيوم أمس بايدن من الرئيس الفلسطيني أن يدين هذه العملية، حتى هذه اللحظة الرئيس الفلسطيني لم يدين هذه العملية، وهذا إشارة أنه موافق على هذا السياق. وهذا إشارة أيضا عندما طلب وزير الخارجية بلينكن من الرئيس الفلسطيني بأن يتم وقف هذه العمليات، الرئيس الفلسطيني قال له أن من حق الشعب الفلسطيني أن يدافع عن أرضه ويجب أن يكون هناك حل الدولتين حسب القرارات الشرعية الدولية. شكرك شكرا جزيلا دكتور تمارا حداد الكاتبة الصحفية الفلسطينية.